السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الخامس العلمي، أهلا وسهلا بكم في مجموعة من أسئلة امتحانات نصف السنة العام الدراسي 2022-2023. هاي مجموعة من أسئلة امتحانات نصف السنة لكافة مواد الخامس العلمي. في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ملاحظة، الإجابة الأسئلة الأولى هي مادة الأحياء. ملاحظة، الإجابة عن 5 أسئلة فقط. سؤال أول، عرف 5 مما يأتي: السدى، الغدد الملحية، مرحلة تفاعل الأعداد، التغذية الكيميائية، الهضم، جسيمة مالبيجي. السؤال الثاني، فرع ألف، علل 5 مما يأتي: يكون تركيز البول في اللبان أكثر بكثير من تركيز الدم. ثانيا، الضفدع موجبة الضغط التنفسي. 3، لا يستطيع الإنسان العيش بدون الأكسجين حتى لفترة قصيرة. 4، انطواء أوراق الممسة إلى الأسفل. 5، يجب أن لا يحتوي الغذاء على نسبة ألياف عالية جدا. 6، تكون الحويصلات الهوائية متوترة. فرع باء، ارسم مع التأشير الكامل تكوين البول في الوحدة الكلوية في الإنسان. السؤال الثالث، عدد فقط إنزيمات البنكرياس. باء، من المسؤول عما يأتي؟ إنتاج، أولا إنتاج اليوريا، ثانيا إصدار الأصوات، 3، تقليل حدوث أمراض القلب، 4، الانتحاء الجذبي، 5، إتمام امتصاص الدهون. السؤال الرابع، املأ الفراغات التالية: تفقد الحرارة بواسطة فراغ وفراغ. ثانيا، الانتحاء هو فراغ. 3، تكون الخياشيم على نوعين: فراغ وفراغ. فرع باء، ما الفرق بين الهيموغلوبين والهيموساينين؟ سؤال خامس، اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس: يصل إلى الأرض من الشمس طاقة ضوئية مقدارها 2%، 39%، 42%. ثانيا، الخلايا اللهبية عضو الإخراج في دودة الأرض، البلانارية، الحشرات. 3، تكون الحركة في كريات الدم البيض حركة أميبية، حركة هديبية، حركة صوتية. باء، يتم تنظيم الضغط الأوزوموزي للدم بواسطة الكلية، وضح ذلك. السؤال السادس، ما موقع أهمية كل من التفلوسول، لسان المزمار، الثغور المائية، الأهلاب، الطواحن المعوجة؟ باء، وضح بمخطط الاتجاهات الرئيسية لدورة الكاربون. عندنا النسخة الثانية هي أسئلة الحاسوب. ملاحظة، الإجابة عن 5 أسئلة: عرفي الاي او تي وبيني كيف ترتبط الاشياء ببعضها بمفهوم الاي او تي. فرع باء، ما هي اهم متاجر التطبيقات الذكيه؟ اذكريها باختصار. السؤال الثاني، املا الفراغات التاليه بما يناسبها: اولا نظام التشغيل فراغ مدعوم بسحابه مجانيه لحفظ البيانات في الاي كلاود. ثانيا، اغلب اجهزه الحاسوب تعمل على نظام التشغيل. 3، الأمر فراغ يحتوي على معلومات عن ورقة العمل المفتوحة حاليا. 4، يتم فتح قديم أعد في وقت سابق عن طريق فراغ. الأمر بحث فايند مختصر في لوحة المفاتيح فراغ. متجر فراغ معروف باسم سابقا أندرويد ماركت. الأمر فراغ يستعمل لطباعة ورقة عمل مفتوحة حاليا. السؤال الثالث، قارني بين الحاسوب والهواتف الذكية من حيث حجم الشاشة ولوحة المفاتيح والبطارية. فرع باء، عرف الأجهزة الذكية وبيني من يعد الجهاز الإلكتروني جهازا ذكي. السؤال الرابع، ما وظيفة كل من ما يأتي؟ أولا انفو، 2 سور، 3 تي او زت، العفو تو سورت اي تو او زت، سورت اي تو زد، يعني التصنيف من اي الى تو زد. 3، ريبليس. 4، كلير اول. 5، فورمات بنتر. 6، سيف. السؤال الخامس، قارن بين شريط اوراق العمل وشريط الحاله، انسب كل من ما ياتي الى ما يناسبه. اولا انسير شيت، 2 ديليت سيلز، 3 رو هايت، 4 كولوم ويد، 5 لوك سيل، 6 فورمات سيلز. الاي هنا عرض العمود، باء قفل الخليه، سي تنسيق خلايا، دي ادراج ورقه عمل، اي حذف خلايا، واف ارتفاع الصف. السؤال السادس، اجب عن فرعين. الف، على ماذا يحتوي شريط العنوان في برنامج الام اس اكسل؟
فرع باء، كيف يتم تشغيل برنامج الـ MS Excel؟ تاء، مما تتكون الواجهة الرئيسية لبرنامج الـ MS Excel؟ هذا بالنسبة لأسئلة الحاسوب. الأسئلة اللي وراها عندنا هي أسئلة اللغة العربية. الإنشاء، اكتب في أحد الموضوعين الآتيين. قال الإمام علي عليه السلام: سلاح المؤمن الصبر على البلاء والشكر في الرخاء. اكتب قطعة أثرية من تعبيرك عن الصبر. قال الإمام الشافعي: من رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. الثقة بالنفس وقت اليأس قوة، والإصرار برغم المعوقات نجاح بحد ذاته. قواعد اللغة العربية: اعرض بما تحته خط. أولا: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الخط تحت ما دمت. ثانيا: نعم الخلق الوفاء. الخط تحت نعمة والخلق. ثلاثة: جاء علي بنفسه. الخط تحت بنفسه. أربعة: زرت حلب قلعتها. الخط جوا قلعتها. قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. الخط تحت أصدق. إن الوفاء من شيم الكرام. الخط تحت الوفاء والكرام. السؤال الثاني: أجب عما يأتي. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هل يجوز التوكيد في هذه الجملة أم لا؟ وضح ذلك مع ذكر شروط التوكيد. ثانيا: استخرج البدل وبين نوعه في الجملتين. ذهب المتآمرون أغلبهم إلى القصر. قال الشاعر: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة في الإمام العادل. ثالثا: قال تعالى: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. استخرجي اسم ظل. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون. قال تعالى: وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. ميز بين كان وأخواتها الناقصة والتامة في هذه الجملتين. قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. استخرج التوكيد وبين نوعه. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم. بيني سبب تقديم المبتدأ في هذه الجملة. عندنا هنا كون جملة لما يأتي مع ترك واحدة فقط. جملة لكاد على أن تكون بالزمن المضارع وأن يكون خبرها جملة فعلية. ثانيا: فعل ناقص على أن يكون اسمه ظاهر متأخر. ثلاثة: ادخلي أجمع في جملة على أن تكون توكيد معنوي غير مضافة أبدا. أربعة: جملة أن يكون فيها الخبر مقصور على المبتدأ. الأدب: عرف ما يأتي. المديح: ثانيا الشعر السياسي. ثلاثة النقائض. أربعة الغزل العذري. السؤال الثاني: لماذا ازدهرت الخطابة في العصر الأموي وبما تميزت؟ السؤال الثالث: الشاعر ولد في نهاية القرن الأول الهجري سنة 96 هجرية عند بني عقيل في بادية البصرة. من هو الشاعر؟ تكلمي عن حياته بشكل مفصل مع ذكر اسم القصيدة. اكتب ما تحفظين له من أبيات. هذه قواعد اللغة العربية. نجي على الأسئلة القادمة اللي هي أسئلة مادة الكيمياء، ونحب نقولكم أنه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإحنا ما زلنا نتكلم عن أسئلة الصف الخامس العلمي، امتحانات نصف السنة للسنة الدراسية 2022-2023. السؤال الأول: عرف أربعة مما يأتي. نبدأ الاستثناء الباوي. الإشعاع الكهرومغناطيسي. ثلاثة التآصل الكيميائي. أربعة طاقة التأين. خمسة الحجم الذري. السؤال الثاني: اكتب أعداد الكم الكترون ما قبل الأخير لكل من الذرات التالية: CS 55 FE 26. فرع باء: ما هي خواص الأشعة الكاثودية؟ السؤال الثالث: فرع ألف: أرسم الأشكال الرنينية لأيون الفوسفات PO4 سالب 3 عدد أكسدي، علما أن العدد الذري الفسفور في يساوي النخ 15. باء: تكلم عن تجربة ميليكان وما أهمية ما توصل إليه. السؤال الرابع: لديك الذرات الآتية: O الأكسجين 8، الكبريت 16، والSE 34. رتبيها حسب ما يلي مع ذكر السبب: الألفة الإلكترونية، ازدياد أنصاف الأقطار الذرية. فرع باء: وضح في الرسم نشوء الأصل التناسقية في أيون الأمونيوم وأيون البي اف 4 باستخدام رمز لويس، علما أن العدد الذري للهيدروجين 1، النيتروجين 7، الاف اي
9 والبورون 5. السؤال الخامس، وضح كيف حصول التهجين والشكل الهندسي لجزيئة SiCl4، علما أن العدد الذري للكلور 17 والسيليكون 14. ما هو الفرق بين طيف الانبعاث الخطي والمستمر؟ السؤال السادس، اكتب الترتيب الالكتروني لذرة المنغنيس اللي هي عدد مالتها 25، ثم اكتب اعداد الكم الالكترونات المستوى الثاني الاخير لها. فرع باء، ما هي خواص المركبات الايونية؟ خلصنا من اسئلة الكيمياء، نجي على اسئلة المادة التربية الاسلامية. اسئلة التربية المادة الاسلامية كالاتي. السؤال الاول، القرآن الكريم، أحكام التلاوة، استخرج الأدغام في الآيتين الكريمتين وبين نوعه ذاكرا السبب. قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال تعالى وقل ربي زدني علما. فرع باء، عرف إدغام المتماثلين وما الحروف المستثناة منه. السؤال الحفظ، أجب عن أحد الفرعين. أولا، اكتب من النص القرآن الذي حفظته في دراستك مضبوطا بالشكل من سورة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، إلى قوله تعالى بل لا يشعرون. اكتب فرع باء، اكتب نصا قرآنيا كنت قد حفظته من سورة المؤمنون واضبطه بالشكل بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، إلى قوله إن هذا إلا أساطير الأولين. المعاني والتفاسير، أعطي معنى خمسة من المفردات الآتية، اللهو، الصاحب، زبرة، غمرتهم، يجير، سلطان جائر. أجب عن واحد من ما يأتي، فسر قوله تعالى لا تجرؤوا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، سورة المؤمنون 65-66. قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهم إلى ربوة ذات قرار معين. ما الدلالة على كمال قدرة الله تعالى في خلق عيسى عليه السلام؟ وما المقصود بكلمتي ربوة ومعين الواردتين في الآية الكريمة؟ السؤال الأسئلة، نجي هنا عندنا أسئلة مادة الرياضيات. أسئلة مادة الرياضيات للصف الخامس العلمي، ملاحظة الإجابة عن خمسة أسئلة فقط. السؤال الأول، جد قيمة 2 لوغاريتم 10 8 زائد لوغاريتم 10 125 ناقص 3 لوغاريتم 10 20. فرع باء، متتابعة هندسية، حدها الأول يساوي 3. فرع باء، متتابعة هندسية، حدها الأول يساوي 3 وحدها الخامس يساوي 48، جد الحد الثاني. السؤال الثاني، إذا كان كوساين إكس، العفو، إذا كان إكس بين باي وثلاثة باي على 2 وكان تان إكس هو 7/3، فجد قيمة كل من كوسيكا إكس سيكا إكس كوتان إكس. فرع باء، جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين 1 و 2 والبي 2 لها 4 و 3 ويقع مركزها على محور الصادات. السؤال الثالث، أجب عن فرعين، أثبت صحة المتطابقة التالية، سيكا تربيع اكس زائد كوسيكا تربيع اكس يساوي ان سيكا تربيع اكس في كوسيكا تربيع اكس. احسب كل من ساين سالب 7/2 ثانيا كوساين 15 جيم، مجموع الحدين الأول والثاني من المتتابعة الهندسية يساوي سالب 32 ومجموع حديهما الرابع والخامس يساوي سالب 4، فما الحد السابع؟ السؤال الرابع، جد معادلة الدائرة التي نهاية أحد أقطارها النقطتان B1 4 و 5 و B2 سالب 2 و 3. فرع باء، ثلاثة أعداد تتكون من متتابعة حسابية مجموعهما يساوي 15 ومجموع مربعاتهما 83، فما هي الأعداد؟ السؤال الخامس، اكتب الحدود 5 الأولى من المتتابعة التي حدها الأول هو سالب 1 للأس N على M. فرع باء، إذا كان ساين ألفا هي 4/5 وألفا بين 0 و 90، فكوساين 2 ألفا تان 2 ألفا ساين 2 ألفا. السؤال السادس، حل المعادلة، كوساين X يساوي لنا كوساين 75. سؤال فرع باء، جد إحداثية المركز ونصف قطر الدائرة
اللي هي 2 اكس تربيع زائد 2 واي تربيع زائد 12 اكس ناقص 8 واي زائد 6 يساوي لنا 0. نكمل عندنا الأسئلة الفيزياء. ملاحظة، الإجابة عن 5 أسئلة فقط، لكل سؤال 20 درجة. السؤال الأول، جسم كتلته 1 كيلوغرام معلق بسقف مصعد بواسطة سلك مهمل الوزن، احسب مقدار الشد تي في السلك عندما يتحرك المصعد نحو الأعلى بتعجيل أي 2 متر على سكند تربيع ونحو الأسفل بتعجيل 2 متر على ثانية تربيع. فرع باء، ما هو الاحتكاك؟ واذكر أهم فوائد قوة الاحتكاك. السؤال الثاني، فرع ألف، أجب عن كل ما يأتي. نعرف جميعا أن الأرض ينجذب إلى القمر نحوه، هل القمر ينجذب الأرض نحوه؟ واذكر إذا كان جوابك بنعم فأيهما أكبر، قوة الجذب أم هم متساويتان؟ وضح ذلك. ثانيا، في أي نوع من الحركة يكون مقدار السرعة المتوسطة يساوي مقدار السرعة الآنية؟ فرع باء، أثرت قوة أفقية مقدارها 80 نيوتن في جسم كتلته 6 كيلوغرام معلق بواسطة حبل، ما مقدار واتجاه قوة الشد تي التي يؤثر بها الحبل على الجسم المعلق لتبقيه في حالة اتزان سكوني؟ افرض ان التعجيل يساوي 10 نيوتن على كيلوغرام. هذا الشكل اللي خاص بهذا السؤال. السؤال الثالث، أجب عن فرعين فقط. اشتق معادلة الإزاحة بدلالة كل من السرعة النهائية والسرعة الابتدائية والزمن. فرع باء، اشرح نشاط ووضح تأثير تغيير البعد العمودي أو على مقدار عزم القوة تي مع كتابة العلاقة. جيم، هل يمكن إضافة كمية متجهة إلى كمية قياسية؟ ووضح ذلك. السؤال الرابع، املأ الفراغات التالية بما يناسبها لخمس فقط. المزدوج هو فراغ، يعتمد القصور الذاتي على فراغ. فراغ هو علم يعني بوصف حركة الأجسام من غير النظر إلى مسبباتها. رابعا، الحركة تعبير يعود إلى التغيير في موقع الجسم نسبة إلى فراغ. خمسة، يعتمد معامل الاحتكاك على فراغ. فراغ هو المؤثر الذي يغير أو يحاول تغيير الحالة الحركية للجسم أو شكل الجسم. السؤال الخامس، أوجد الزمن اللازم لسيارة لكي تقطع مسافة 50 متر إذا بدأت من السكون وتسارعت بمعدل 4 متر على ثانية تربيع، ثم أوجد السرعة النهائية للسيارة. فرع باء، أجب عن فرعين عن كل ما يأتي. متى ينعدم عزم الدوران؟ ثانيا، لا يمكن تحريك الباخرة الكبيرة من السكون بواسطة زورق صغير يؤثر فيها بقوة. السؤال السادس، على ما يعتمد عزم القوة؟ وما هي العلاقة التي تربط هذه العوامل؟ باء، حول النقطة 1 وجذر 3 إلى الصورة القطبية. ملاحظة مهمة، استفد من التعجيل 10 متر إلى سكن تربيع، واستفد من تان 3 على 4 37، وساين 37 هو 6 بالعشرة، وتان جذر 3 هي 60 درجة، وكوساين 37 يعني جيب تمام هو 4.8. نجي نكمل. عندنا الأسئلة، أن هاي أسئلة اللغة الإنجليزية. Notes and swear off on all the question. Question 1. Read the following passage carefully. White Bridge was a small village and all people often came and lived there. Some of them had a lot of old furniture and they often did not want some of it because they were in a small house now. So every Saturday morning they put it out and other people crane and looked at it, and sometimes they looked it away because they wanted it. Every Saturday Mr. and Mrs. Martin put a very ugly old bear's head out at the side of the gate, but nobody wanted it. Then last Saturday they thought, I'm very lonely here, please take me. One piece of paper and put it near the bear's head. They went to the town and came home in the evening. There were now two bear head in front of their house, and there was another piece of paper. It said, I was lonely too. Now answer 5 from the question blue. Where did Mr. and Mrs. Martin put the paper?
Nobody wanted the bear's head, true or false. Why did old people in White Bridge often sell their old furniture? Number four, what did they write on a piece of paper? Number five, what did they put out every Saturday? Number six, give a suitable title. فرع B, answer or complete five the following question for your textbook. Name is the three Venus in Babylon. Number two, in 1993. Number three, Time Berners Lee is a writer from Belgium. Correct the statement. Number four, what is the oryx? Number five, why does the oryx eat at night? Number six, in dash, the last world oryx was shot. Complete. Does as required, do five. Huda can't see the board because she not wear her glasses today. Correct the verb. Number two, you like Lebanese food. Dash, question tag. Number three, she is crying. She started crying 10 minutes. Write the sentences in the present continuous with for that or since. Someone found while you were out, I am not sure, but it dash be someone from your office. Complete with must have, cannot have, or might have, and the past participle of the verb. Number five, my cat looks like a tiger. Choose the correct voice. There be 38 people at the party if everybody come. First conditional. Question 3. Fill in the blank write correct word. Choose 5 only 10 mark. Fasting, dangers, medicine, extinct. أعتقد هاي الكلمة ما واضحة عندي. Present, population, breed. Alex has got a dash to his mother. Mountain gorillas will become in few years. In Chinese dash they use tiger bone and other parts of the body. Most dash in the United States are connecting regularly. Number five, today the world dash of oryx is about 190. 1900. Number six. Number six, at sunset we stop dash, and after prayers we have an evening meal. B, rewrite the missing word. Boy, boys, sheep dash, go, went, have dash, walk, walked, cry dash, do, doing, die dash, isn't, الاختصار مالته isn't, will not dash, scuffle, record, hit, very big dash, Larton. Number one, Jawad established in Beirut dash. Number two, where was he graduated? Number three, Jawad al-Asadi is a bot, true or false? Who is Jawad al-Asadi? Where divine actors, where theater includes dash. Question 5. Choose either A or B. Write composition about Ramadan in your country. Number B. Write composition about environment protection. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة لأسئلة اللغة الإنجليزية. عندنا الأسئلة الأخرى هي أسئلة علم الأرض، مادة علم الأرض. السؤال الأول عرض 5 مما يأتي: الهطول، المناخ، الزلازل، والبركان، الصفائح التكوينية والتجوية. السؤال الثاني: أجب بإجابات قصيرة عما يأتي. ما هي الحافات المتصادمة؟ ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة الاحتراق العالمي. ثالثا: عدد أنواع الموجات الناتجة من الهزة الأرضية. أربعة: ما القوى المؤثرة في الطبقات الصخرية. خمسة: عدد أنواع الجبهات الهوائية. ستة: عدد أنواع الكتل الهوائية. السؤال الثالث: إملأ الفراغات التالية بما يناسبها لخمس فقط.
تسمى حالة الجو خلال مدة قصيرة فراغ. ظاهرة ازدياد درجة حرارة السطحية للأرض تسمى فراغ. يتكون فراغ من صخور صلبة يتراوح سمكها من 50 إلى 70. تؤدي حركة الصفائح التكوينية إلى أحداث فراغ. المنطقة العلوية من التربة تمثل فراغ، هي فراغ انثناء طبقات الصخور بسبب الإجهاد. السؤال الرابع، بين حدوث اثنين مما يأتي. أولا البراكين، كيف تكونت أجزاء البركان. ثانيا الصدوع المعكوسة. ثلاثة حركة الطي. السؤال الخامس، أجب عن اثنين فقط، وضح عمليات التجويع الفيزيائية. ثانيا أهمية دراسة التراتيب الجيولوجية على شكل نقاط. ثالثا ما هي الغازات الدفيئة وما هي وظائفها. السؤال السادس، عدد فقط لاثنين مما يأتي. أولا عمليات التجويع الكيميائية. اثنين طبقات الأرض أغلفت باطن الأرض من السطح إلى المركز. ثلاثة أسباب حدوث العواصف الغبارية في العراق. وهذه أعزائي الطلبة أسئلة مادة الكردي، اللغة الكردية. يعني للأسف أنا ما عندي، ما أعرف كردي، فهذه أسئلة اللغة الكردية اللي يحب يطلع عليها. أسئلة اللغة الكردية لامتحانات الصف الخامس العلمي، امتحانات نصف السنة. لهنا أعزائي الطلبة هذا انتهى موضوعنا. أتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تقل عليه الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.